لازم يبقى عندنا اتحاد عربي. احنا لغة واحدة، 70% من الشعوب العربية أصحاب ديانة واحدة، وحتى الديانات الأخرى كلها الناس بتحترم كل الديانات الأخرى، و ثقافتنا قريبة جدا من بعض. هو ده اللي العالم خايف منه، واحنا ده اللي لازم نشتغل عليه. خلي بالك تاريخيا، عايز أقولك سيادة الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه اتعرض لحملة شرسة من معظم الدول العربية. والرئيس أنور السادات لما جه ياخد حقنا بالسلام بعد الحرب اتعرض لحملة شرسة من بعض الدول العربية. النهاردة أنا شايف الحمد لله بعد يعني المشهد الجميل اللي حضراتكم شايفينه في المقصورة الرئيسية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهنا وملك الأردن طبعا الملك عبد الله، وهنا أمير قطر الشيخ تميم والوالد الشيخ حمد، والترحاب الكبير الاستقبال اللي كان حاصل قدامنا مختلف. دي رسالة طبعا، دي رسالة للعالم كله ان احنا كلنا متكاتفين. وهو على فكرة ده سحر كرة القدم، بتوحد الناس كلها بلغة واحدة. طبعا اكبر مجال واكتر مجال يقدر ان هو يوحد الناس هي كرة القدم، لان كل طفل او 80% من اطفال العالم بيعرفوا يلعبوا كوره، وال 20% اللي ما كانوش بيعرفوا يلعبوا كوره كانوا نفسهم يبقوا لعيبه كوره وبيتفرجوا على الكوره وبيحبوها. فعشان كده كره القدم مهمه جدا، واحنا لازم نتعلم ان احنا نطور صناعه كره القدم في مصر. ولكن المشهد اللي احنا شفناه ده انا في رايي ان هو اهم مشهد في 2022. يعني انت شايف ان احنا رايحين 2023 بمشهد عربي مختلف، نقدر نقول ان هو توحد اكبر للعرب، نهضه اقتصاديه للدول العربيه بشكل اكبر. ويمكن احنا تابعنا على فكره برضو على مدار الكام شهر اللي فاتوا فعاليات مهمه شفنا فيها رسائل مهمه، شفنا القمه العربيه في الجزائر، شفنا قمه المناخ اللي استضافتها مصر ونجحت في تنظيمها بشكل شهد بالعالم كله. شفنا يمكن كمان يعني المشاهد اللي كنا لسه بنعلق عليها دلوقتي في مونديال او كاس العالم في قطر 2022 وحاله الوحده العربيه. واضح ان احنا رايحين 2023 بمشهد عربي اقوى واكثر تماسكا. صحيح، انا شايف ان ده هيحصل. طيب انا شايف ان في دلوقتي مشروعات مهمه جدا